بعد المباراة قال لويس سواريز نجم المباراة إنه سعيد لأنه ساعد برشلونة على الفوز وأن المسيرة مستمرة للفوز بالألقاب. أنا سعيد بأنني ساعدت الفريق، ولأن الفريق كان يحتاج إلى الفوز في هذه المباريات، وأن تكون بهذه الفائدة للفريق هذا يزعجني. لقد لعبتم بالنار في بعض أطوار المباراة. نحن على وعي بأننا في بعض أطوار هذه المباراة لم نكن بالسرعة والديناميكية المطلوبة والمحمودة في طريقتنا، ولكننا استطعنا أن نصحح هذه الأخطاء، لأن أي خطأ كان بإمكانه أن يكلفنا كثيرا، ولكن في الشوط الثاني خرجنا بعقلية مختلفة. المحللون قالوا أن ميسي هو موتور الفريق. نحن الثلاثي نمثل الفائدة الكبرى لهذا الفريق، والفريق في عمومه هو من الأهمية بمكان، ونحن لا ندافع كثيرا، وعملنا يبدأ من الوسط إلى المرمى.